بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين إسلاما خدكا خدودا خشمرني خدر الجيسا بكجر تنتي نجا في رحمة ربي سنبرها جرات وسنججا برنوت خدنا التأسيس في علوم الشرعية وقانون بؤورة أمنتي إسلاما برتجرة سنكيسا وان أركان إيماناتي في أركان إسلاما برنوتا كفاقس تواي عقيدة فرنيت جرة برنوتا لما فاقس تمو واي أخلاقياتها عمل الجاري من كواتو كبرة فرنيت جرة أرى ونفرد تدينو واي عبادياتي واي عباداتي عبادة كيسا فورش أنت مسدير جرة فولا شن تبي تدير جرة ثالثا درسين تكفى واي عقيداتي درسي لما فا وإخلاقاتي سدفان مو العبادات وإن الربرة تديمنو العبادات عبادتي تشون واحد في كيسة قبة واحد في كيسة قبة ولكن مو سن كيسها وانتوت عبادتي الرو سنبرة تديمنا تشون العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه هيكني يخانو مع عبادة تشون مقاهتك خواهد ولدتي قبته لكل ما يحبه الله والرب جالت خيف كسك أبتوتو عبادة جامعة سن وانتو تسريت المقيسة إن شاء الله عبادة برنايتو. ثالثا العبادات الدرس الأول وهي عبادات الرا درس دراء يخانو برنون خينا خدراء السؤال الأول قافين دراء اذكر بعض فضائل الطهارة اذكر دبتنو قري بعض يجون قري فضائل الطهارة سدركا طهران كبدو كل ليفتون كبدو دبتلو قري فضائل وخانو سدركا كل ليفتون كبدو دبتلون جتي كل ليفتون سدركا نسي ماري الجواب ديبسان ديبسان نسي من فضائل الطهارة سدركا بكا إدو طهران كبدرها كل ليفتون كبدرها تكفان أنها سبب في مغفرة الذنوب الله أكبر نمتكو تحراسها محمد الديبي كل ليفتون كل نساء إيقتون وضوء ساء إيقتون سبب في مغفرة الذنوب سبب دليلنما اتنما أرارم تراي سببها دليلنما اتنما أرارم تراي خلي بالك خاتي كبنا خيسة كامل إيقتون تحراج خاتي كبنا خيسة وضوءتون سوباتك كترب من سبحانه وتعالى دليتي سيمار الرأي دليتي سيفرخوت الرأي ننجي طيب رقان كي نمالي خنرد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان روديسي ربي سر عجالته قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقما ربي نجي عثمان بن عفان من توضأ نمني وضوء ساعة وضوءتي الله أكبر من توضى نمني وضوء ساعة ودوتي فأحسن الوضوء ودوتي وفهمتي وضوء خانا بريتي تولتي قوتي أغريتي ودوتي خرجت نباتي خطاياه دلي نساء نباتية من جسده كعمسات الراباتي دلي نساء كعمسات الراباتي حتى تخرج من تحت أظفاره هذا قلت كيس خيسان جببوتت جبباتت دلي نساء كامسات الرا جباتي جدو خناف عبا ما ودو قوتتني طهراء اقتني ودو في قوتتون سواباتك فدلي نما كام قوتو قتنيسي سرابات الراي تهاك لما فا طهراء في اقتون انها نص الايمان طهران تنا ايمانات ودوتشون تنا ايمانات عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أبا مالك الأشعري رضي الله عنه قال سرب راجالته قال نجئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم الرب نجئ الطهور كل ليفة وضوءة شطر الإيمان تنا إيماناتي نجئ تنا إيماناتي خنافو طهراتني رتي تيفة دركم سدفن بوالسا ان المؤمنين مؤمنتون نغيا قياما شوف
أن المؤمنين مؤمنتون يا كما يعرفون نبيك كمن يعرفون نبيك كمن بها مكان يخانو بكوضوها تنام بيك كمن يوم القيامة قيا كياما والرسالات في والرسالان بكي تدام بيكم وضوانيتو بكوضواتين بكتهارة نيتينية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أبان هريرة ما نجا إرقم ربي تن أجي خجو يقول خجو إن أمتي هواس نخية أمان نخية يدعون نياما من يوم القيامة قياك يا ما نياما من حال كوني مغرا محجلين حال قرتي ببوكو تانين ببري تانين بكا قرتي حال إفو تاني جتو حال إدون ساني خوضوها خن إفو تين هركي ساني نيفا فولي ساني نيفا ميلي ساني نيفا بكي سلاشان ودو تانين خنو دينو فهدي حال إساني إفوني قياك يا ما خاف مني من آثار الوضوء فان وضوء را حال إسان قرتي ببوكا تاني يخانو حالة قرتي إيفا كبانيني أقرتي إساني في إفايا إساني قويا كياما أكسي تخافة ماني دي دوبا الدين فولا الدين عركة على كبانين أقرتي قويا سنخافة ماني جي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن طهرة وضوة بقى قد تاركب نمني أقرتي وضوة خانة وضوة نيو نمني إنسالة نيو بقى ثاني كبا تكفى أرانا ربي نركز لما فا قويا كياما بفخانا نفوين أرقض دلين ساعة إسافين أرارمت أقرتي جنة سوابها قرتي دلين ساعة نمار أرارمتو لين لبايتشو خناف خلي بالكم مع الصلاة يا شباب صلاة خيني هاتي بيفنو. السؤال الثاني دافين لما فا ما صفة الماء الذي تصح به الطهارة طيب إيه كني في طهاران بواء كنا قبات واني طهارتني مالي واني طهارتني تكفى بشاني بشان نتي طهرت قبنون بشان اكميتي بشان نتي قول قليفه قبنون بشان اكميتو رقبه ما صفه الماء ما لي بفتي بشاني الذي اني سنو تصح تبياتاته به سنين الطهاره قول قليفه يخانو وضوءه يخانو دقته خطيته فياتاته سن ما لي ننجدو الجواب دي بسان خلي بالكم نوجتا الماء الذي بشان تصح به الطهارة اتين قول قول ليفة فياتاد هو الماء الطهور بشان افي قول قول ليته بشان افي طهراته الباقي على خلقته بشان اكربين اسا اتقوم رجلته بشان اوما ربي رتجر خنج جيرمين على خلقته اكبر ربي اسا اوما رت خجرته سريده نما طهر عندها الذي إن سنو لم يتغير بشيء كوان تكله تجير من طاهر ونسى بشيء طاهر وان قرتي طهراتين اللي خد تجير من بشان التين كل فتون دين بشان التين وضوشون دين بشان وان طهراتين اللي بفتسان تجير من أو ناجس تكاو كان ناجس اللي بفتسان تجير من خناني طهراتون دين فإذا وقع في الماء شيء يوني في فإذا تنيرو وقع أرقمت وخانو بوتي في الماء بشان كت شيء ونتك سواء كان ونسنا تولي هذا الشيء طاهرا واني كيس ابو يسن طهرا اللي هتاتو كالشاي تكاو كوان شاي بشان شاي تبو فتي ها او الصابون تكاو صابون خيس ابو او كان نجسا تكاو وين نجسا وخيس ابوتي كالبول واني كفنجاني فتغير الماء يخنان خبشان تجي رموتي بهذه الاشياء فلا تصح الطهارة بها كنان ودوتشون انتوجو خنان طهرتشون انتوجو فكنا بشان شايتين بشان شاي بشان شاي كيسبوت ساوني خيسبوي عصيرة او اتلوتين وانسي لها طهراتين لوتين كان انهم اصلي سها طهارة ولكن مو وان برها طهروا نندو خنافو اتطهرتشون نندنيوشو طاهر لا يطهر خو في خطهرة خوان برها طهروا نندنيوشو طيب تكاو وان نجسا كيسبوي if you know isa nawan bra taharu hinden do yechu woni kam jani khase bute woni bra yo khase bute nama taharu hinden do khanabu bishan qulqulli akka uma rabbin irsart umira jurrat khajiruni udo chende nyajo as-su'alu ath-thalith gafis dafa ma sifatu al-ina'i alladhi tuwda'u fihi miyah at-tahara
ما علي بفتي قابس دفع بفتي الذي الإناج ويلكا يخانو كودا يخانو ميشا خيسا بشا غرابة الذي سنسنو توضع تخايمو قبدو في سخيسة مياه وطهارة بشان قل كل سلايتين طهارون سني ميشا أكمت فرطو قبنا خود أكمت قيتو قبنا دس أكمت قيتو قبنا ميشا تبت فيدو قبنا الجواب دي بسان تينيا يصح وضع الماء بشان كاو نفيدم نهيهم الذي نسنو يتطهر به ختين طهرم ها في اي اناء ويلكم فري خيس تخاجون دين ويلكم فري خيس خاجون دين ويلكانسن وخانو مشانسن سواء كان هذا الاناء مشانسن تاتولي وخانو ويلكانسن تاتولي من معدن سبيل راتاتولي سبي وان سبيل راتيلي او من جلد تكاو خلو راتاتولي او بلاستيك تكاو لاسك رايليوتات او زجاج تكاو داوتي رايليوتات او غير ذلك وانتوت خنوال اجرات رايزوتي بشرط الا يكون الا يكون الاناء الاء نجسا يوني في مشان سنجس تهوات وانتو دبني خنافي وانتو براخت اللي بشان طهاره قد ودون سن كاجو دينيا فاذا علمت يو بيت مو فاذا علمت يو بيت ان الاناء ويل كان بشات نقن سن تنجس نجس موسي بشيء وي فلا يجوز وضع الماء فيه بشان كسك يعني دمون هنتو هجاني في ويلكاسن إيني طهارتي هنجاني في ويلكاسن إيه ويلكاسن إيني أجرتي طهارتي طيب حتى ولو كان من ذهب أو فضة على الصحيح لأنني أستاذناها عن الطعام والشراب في آنة الذهب والفضة ولم ينهى عن الطهارة منها خلنا اختلاف تجرا والاختلاف يرسينه ويلكاسن ويلكا طهارة سبيل راتاتو براسك راتاتو داوتي راتاتو وانت برال راتاتو أجرتي في دمون هنتو طيب جنب رخن طيب مناقشة قلقالة اختر الإجابة الصحيحة نمني برنوتا سيولي برنزن أقرتي ساقلي دي بسالي سيكدي خلال يوسون دي اختر الإجابة الصحيحة دي بسا فياتاتي خانو دي بسا نقيا أقر في الأوجة من فضائل الطهارة سدركها طهران كبدرة هي أنها سبب في مغفرة الذنوب إسين قرتي سوابات لإنما نما أرار مراهي تاك لقالة أنها نص الإيمان إسين تهرتون شنا إيماناتي أن المؤمنين ممتون يعرفونني بيك من بيائي سيزنا يوم القيامة قيا قيامة خناهدي جميع ما سبق هندي وانتو تسيولي الجرو سدركا قرتي طهران قبض الراهي خنافو دي بسانتين خناتو قبضيتشو طيب صفة الماء الذي تصح به الطهرة بيفتي بشان اتطهر النو اسكيسا خمي اي يكون تغير بالنجاسه بشان قلتي نجسه جيرمي اي يكون تغير بشيء طاهر بشان وان قلقلو يخالو طهره تنجيرمي خني سريمتي الا يكون تغير بشيء بشان وانت تكلين جيرمين سنين طهرته قمنا بشان وما رب رجلون طيب يصح وضع الماء في اناء بشان ويركات كيس خاتون دين من بلاستيك ويركاس بلاستيك راحت من نحاس سبيل الراحتات من زجاج داوتي الراحتات جميع ما سبق تشوفوهم أسيقاتي ديروخنا اتفا دمونا الدينيا دي لقوال أسخي سخاتشون الدينيا طيب خناف إن شاء الله برنون خينا خان عباداتا درسي فورشن تمسي دير جيرتو أرى أسيطة مرة إن شاء الله برنون التقانون حاجة والأقروت يوتوبي خنا ما تيوم أنا خناعة تغلاف نمني سبسكرايب نقولي سبسكرايب سقولا شير اللي ولي قولا أكني في خير انتم من أمن الأويتي فاوتي أرغنو جزاكم الله خيرا خلق راسي الجنة أصبتوا مرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.